احنا اسره، جوزي متجوز سنتين، واحده عايشه، كنا عايشات في بيت واحد، انا بغرفه وهي بغرفه، يعني كان وضعنا سيء على الاخر، وما كنتش ماخذ راحتي بالمره في البيت اللي تحت. رحت انا ايش بعت ذهبي وبنت غرفتين فوق السطح عشان ارتاح انا واولادي. انا عدت اسرتي في ظهري في بيتي 5 بنات وولد، في بنت في توجيه السنه والولد في جامعه سنه ثانيه، وبنت في اولى اعدادي، بنت في ثاني اعدادي، بنت في ثاني ثانوي، والبنت المعاقه، في عندي بنت معاقه انا. كلهم كانوا ناموا بغرفه هم واخوهم. بناتي كان بالمره مش عايشات حياه كويسه عشان برضو اخوهم، والثاني مش ماخذ راحته برضو. انا ما نمش الليل والله، اظني سهران طول الليل ما نمش، اخاف على ولا ابني وبناتي مع بعض يعني. ولما يعني اجى الحرب علينا، كل احنا بيتنا من سبست، كل البيت هدم يعني، صار السبست فيه فتحات كبيره. هلقيت اجونا مشروع الشباب يمنونا بيئه امنه، سالونا عن معاناتنا وايش يعني بلزمكم، يعني في ايش يعني بغير من حالتكم لحاله ثانيه احسن. حكينا لهم الافضل النا انكم تعملوا لنا غرفه لابني يعني عشان يقعد فيها ويدرس فيها. فهم صلحوا لنا الاسبست، غيروا لنا اياه، وعملوا لنا تسقيف للبرندة اللي عندنا، فعملوا الغرفه، والغرفه هذه كويس كثير النا يعني. ابني بيقعد فيها واصحابه، بينام فيها، تريحن البنات يعني، بياخذن راحتهن في غرفتهن، بيعرفن يدرسن، بيعرفن ينامن براحتهن، والحمد لله رب العالمين. هلقيت الحمد لله، هو بيقرا بياخذ راحته في غرفته، وهن الحمد لله ماخذت راحتهن في غرفتهن. قبل ما يجي المشروع اصلا كنا متضايقين على الاخر، كان في وقت الدراسة وفي وقت النوم وهذا يعني. في وقت الدراسة لما كان في توجيه هو كنا متصعبين من شوية أمور، لما نجي ندرس أنا جوا بدرس ويقول خلاص صوت بديش حاجة ذيك، فكنا متضايقين. وفي وقت لما نجي ننام كان هو ينام على تخت، وإحنا 4 بنات على الأرض، يعني كنا متضايقين بصراحة كتير. إنه أجى المشروع وقاعد يحكي معانا عن هذا الموضوع وعن بناء الغرفة، انبسطنا كتير، ويعني حبينا يتم هذا المشروع أسرع ما يمكن. وبالفعل صار، وصار لنا غرفتين، واحدة لأخويا وواحدة لنا البنات. أكثر إشي كان مضايقني إني كنت أنام عند خوات أنا وياهم في غرفة واحدة، فكنت تعبان نفسيا، كنت أكتريت وقتي إني أقضيه برا البيت، ما أجيش على البيت نهائيا. فلما اجى المشروع يعني عمل لي غرفه مستقله، يعني تغيرت حياتي من الصفر للمية، يعني ساعدتني كثير الغرفه، اني صرت خصوصياتي لحالي اقضيهم في الغرفه، ما صارش برا كثير، يعني صرت ادرس كثير. يعني في الاول قبل ما كنتش ادرس نهائيا لانه باقي عملت لي عندي ازعاج. لما اخوي كان ينام عنا كنا قلقين كتير، لا نعرف نتدير ولا اي شيء، كان يسهر الليالي وما يجيش نام هنا عشان احنا ناخذ راحتنا في الغرفه. من بنى الغرفه استفدنا احنا كتير، واخوي استفاد كتير، وانبسطنا لاخويا. كان لي دور كتير كتير مهم في مشروع شباب يبنون بيئة آمنة، لأن خلاني أطلع برا وأشوف الناس وأتعامل معاهم وأخذ أفكار منهم وأجتمع معاهم. المشروع انعاد علي بالفائدة، يعني كان في بيتنا مشكلة ازدحام، فالمشروع هذا يعني فادني كتير، حسيت إني ساهمت في المجتمع، حسيت كمان إني إلي قيمة، صرت أخذ وأقدم على الناس. مشروع شباب يبني بيئة آمنة يهدف إلى زيادة مشاركة الشباب والمجتمع في تقييم والتأثير الإيجابي في الآثار المستمرة للحرب، وأهمية قيام المؤسسات المجتمعية والدولية بمبادرات وتدخلات يمكن أن تساهم في التخفيف
من حدة هذه الآثار السلبية، واشتمل على إعداد وتنفيذ دراسة حول أثر الازدحام في المساكن التي تضررت جزئياً بسبب الحرب، واشتمل المشروع أيضاً على تطوير تدخلات بهدف تحسين أوضاع السكن لدى هذه الأسر. نفذ المشروع بالشراكة بين هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية ومؤسسة Unitarian Universal Service Committee في أمريكا، وأيضاً هيئة الإغاثة الإسلامية في غزة.